عند أهلك صفات مش حلوة ما بتحب أنها تكون موجودة فيك؟ لا أبداً؟ آه لا لا ما بشوف هيك شيء. لا 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 أكيد كل شيء تمام؟ كل شيء تمام لا يعني كل شيء تمام. لا بالعكس ما في شيء ما إنه ما حلو موجود فيهم، ما شفت شيء ما حلو، كل شيء مأمن لي الحمد لله. لا أبداً أهلي صفاتهم كلها حلوة. لا سلامتهم كثير منيح. لا أبداً أهلي مثل الرول مودلز تبعولي وبحب كون مثلهم. ما في صفات بكرهها فيهم أو إنه ما بدي إياها تكون عندي. بيرفكت هني بيرفكت. كلمي بالراحة عشان نفهم. أوكي أكلمك بالمصري بقى. أنت وصغير كنت تشوف صفات كده مش حلوة أو هيك ثقيلة يعني؟ شان ثقيلة؟ وحشة في أهلك؟ مش وحشة يعني هيك أيوة. حد يقول حاجة وحشة على أهله؟ لو كان أي حاجة وحشة في أهلك لازم تبقى حلوة زي القمر، تقدريش تقولي وحشة. كلنا بنحب أهالينا. إزاي أحكم عليهم إذا كنت أنا صغير؟ أنا ما أقدرش أحكم على حد أكبر مني في أهلي. ما ينفعش. لما تكبر؟ حتى لما أكبر وهم كبار برضو ما ينفعش. حتى لو عملوا حاجة وحشة لازم أقول لهم لا دي حاجة حلوة. احنا متعودين كده في مصر. اكيد نحترم اهلنا ومنحبهم هيدا الشيء، بس لما نعرف نحنا ننتقد. الجديد بقى احنا بنقول عليه دلوقتي ده الجيل الجديد اللي ايه؟ بينتقد، اللي بيقول لا ده مش مظبوط، لا ده ينتقد عن عدم احترام، ينتقد يمكن لما ياخد هيدا الشيء. بالعكس كلنا فينا صفات حلوه ومش حلوه. الصغير ما يقدرش يحكم على الكبير. فهمت عليك. عايزه حاجه تانية قولي لي. لا عايز مش عايزه حاجه خالص. بتشوفي بأهلك صفات مش حلوة ما بتحبي أنها تكون موجودة عندك؟ إيه أكيد. الشغلة المش حلوة بالجيل القديم إنه ما فيك تكوني كتير صريحة معهم. التسلط بشكل فظيع عند بيي. لا. عند مين؟ عند مين؟ عند الأم. والعصبية وقلة التفاهم. طيب شو الصفات الحلوة الموجودة عند أهلك اللي بتحبي أنك تكتسبيها؟ الرواء والتفاهم من بي بس. الصبر من ماما، كتير صبورة. بتشوفي فيهم صفات مش حلوة ما بتحبي انها تكون موجودة فيك؟ أكيد. ما بعرف كل أهلي بوسيسف هيك امتلاكيين، يعني مش بس أهلي كل الأهل هيك بيمتلكوا، يعني بيمتلكوا أولادهم. بدنا نسمي هلا لا ما زبط هيك. ايه اكيد. مثلا انه لما يعملوا مغمور او بامي بالبيت ويتفاجئوا انه ما بياكلوا، صار لنا 20 سنه ما بياكل منه الا الاكلات وكل مره بيتفاجئوا. صار هيك خبريات. هلا بعتقد قد ايه عنيدين، العناد هو اكثر شيء. كاركتر الروتين. ايه هلا هن بنقوا كثير. هن بنقوا كثير بس كمان من خوفهم. هلا يمكن لما انا كمان صير ام ولما نكبر حنصير مثلهم اجباري. انا بحس بس تكبر حتصير مثل اهلك، حتاخذي طباعهم. مش كل شيء يمكن البوزيتيف. لك هي بدها شوية تفكير صراحة، فعرواق بلكي مرت الجاي عرواق نحكي فيها بتضلها تزبط. اخرب عقلك. لا جاوبني. عم صور هلا. عم صور. اوكي. البشر عادة هم هذا الخليط ما بين الخير والشر، ما بين الأشياء الجميلة والأشياء الغير جميلة. بالتأكيد عائلتي هم جزء من هذه البشرية ولديهم بالتالي صفات حسنة وصفات سيئة. شو الصفات الحلوة اللي عندهم اللي بتحب أنها تكون عندك؟ عندك المايند سيت تبعيتهم كيف بيتعاملوا مع المشاكل. كمان بابا كتير شاطر بأشياء أنه بتفاجأ فيها. بحب كون مثله يعني إن شاء الله. الثقة بالنفس عند بيي كتير اشياء. يعني كيف طريقه حل المشاكل بعد ما كبرت؟ هلا لقيت حالك انك اخذت شيء صفه من اهلك كنت تكرهها انت وصغير؟ لا عناد صارت عنيد مثل. نحن كشعوب عربيه بالذات اوكي او بشكل خاص وكناس نتربى ضمن اسره واهالينا في كثير صفات ناخذها من اهالينا. لما نصل لسن معين نصل لمرحلة النضوج الفكري لازم في مرحلة ما اللي بعد 19 سنة يصير إن آراءنا الخاصة قراراتنا الخاصة اللي نرفض فيها الشيء الغلط أو الخطأ اللي تعلمناه من أهلنا، وبالتالي حتى ما تكونش أنت كوبي عن أبوك أو أمك أوكي وكون لك شخصيتك المستقلة
أو أنت تعمل شيء يختلف عن أبوك وأمك، وهذا أصلا سر خلقنا من الله عز وجل في الـ في الـ في الكون. إذا إحنا بنطلع كوبي بيست عن أهالينا إحنا حنكرر أنفسنا ومش هنعمل شيء جديد. فلذلك وأهم صفة إحنا كشعوب عربية ماخدينها من أهالينا هتتفاجأ، الخوف. إحنا الشعوب العربية الخوف معشش فينا، بنخاف من كل شيء. ليش؟ لأن تربينا بأنظمة فكرية ما بنعبر عن رأينا صح. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.